ربنا سبحانه وتعالى شرع الصيام في جميع الأديان، وده لأن الصيام له فوائد كتير جدا. له فوائد نفسية، بيقوي الإرادة وجهاد مع النفس، واللي يقدر يمتنع عن الحلال زي الأكل والشرب في وقت معين يقدر يمتنع عن الحرام في أي وقت. وله فوائد اجتماعية، الإحساس بالجوع والعطش بيزود من الإحساس بالفقراء. وله فوائد طبية كتير جدا زي ما هنتكلم كمان شوية، وطبعا هو وسيلة مهمة جدا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بس هل الحيوانات بتصوم؟ طب وهي هتصوم ليه؟ وإيه الفايدة اللي هتعود عليها من الصيام ده؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة في زوريا، وأنا أحمد صلاح. الصيام موجود في حيوانات كتيرة جدا، وأكتر من ده أحيانا بيكون الصيام ده ضروري لبقاء الحيوان واستمرار حياته. ومثال على ده ممكن نشوفه في الدببة زي الدب البني والدب الأسود، بيلجأوا للصيام خلال فترة الشتاء، بيختاروا مكان يفضلوا قاعدين فيه تحت شجرة أو جوه كهف، وبتبقى حركتهم أقل ما يمكن، ومش بياكلوا ولا حتى بيحاولوا إن هم يدوروا على الأكل لفترة ممكن تستمر 3 شهور أو أكتر. طيب هم ليه بيصوموا؟ ببساطة لأنهم لو طلعوا في البرد ده يدوروا على الأكل، عملية البحث عن الغذاء هتبقى طويلة جدا جدا، وده لأن الغذاء اللي بيتغذوا عليه كمان بيقل خلال فترة الشتاء. طيب هم بيتغذوا على ايه اصلا؟ هم بيتغذوا على الحيوانات والاسماك واحيانا النباتات، فعلشان يطلع في البرد يدور على الاكل هيحتاج كمية كبيرة جدا من الطاقة عشان يحافظ على درجة حرارة جسمه، هيقعد فترة طويلة جدا يدور على الاكل، وفي الاخر الاكل اللي هيلاقيه دوت مش هيوفر له طاقة قد كمية الطاقة اللي فقدها في البحث عن الغذاء. وعلشان كده من الافضل له انه يفضل قاعد في مكانه وما ياكلش خلال فترة الشتاء دي. طيب ده كده هيقعد 3 شهور مش هياكل، ده كده ممكن يموت. وعلشان كده الدببة بتعمل حسابها قبل ما يجي الشتاء، تقعد تخزن في الأكل بكميات كبيرة جدا، وتخزن الأكل ده بجسمها على شكل دهون، عشان أول ما يجي فصل الشتاء تبدأ تكسر في الدهون دي وتحصل على الطاقة اللي تخليها بس تحافظ على حياتها خلال فترة الشتاء. وعلشان كده بنلاقي الدببة بعد انتهاء فصل الشتاء بتفقد كمية كبيرة جدا من وزنها، بتفقد حوالي 22% من وزنها. الدب القطبي اللي عايش في القطب الشمالي كمان هو بيصوم، بس بيصوم خلال فترة الصيف، وده لان الدب القطبي ربنا خلقه بمقومات معينة تخليه يقدر يعيش في البرد كويس جدا، زي الشعر الكثيف اللي موجود على جسمه، لون الشعرة وتركيب الشعرة اللي كلمنا عليها قبل كده في حلقة حيوانات دفيانة في عز البرد. كل المقومات دي تخليه يستحمل الشتاء القارس جدا ودرجة الحرارة المنخفضة، فاول لما يجي فصل الصيف ودرجة الحرارة ترتفع ما بيقدرش يستحمل بكمية الفرو اللي عليه والشعر اللي عليه دوت درجة الحرارة المرتفعة دي، وبيبقى ستريس رهيب عليه. وعلشان كده بيلجأ ان هو يقلل من حركته ويفضل ملاصق للتلج. حاجة كمان، خلال فصل الصيف بيبدأ البحيرات المتجمدة دي تسيح، والمساحة اللي بيتحرك فيها الدب القطبي بتبقى قليلة جدا، ودوت بيحجم من حركته، وعلشان كده بيفضل انه يفضل قاعد في الكهف التلجي بتاعه، وبيعمل زي ما بيعمل الدب البني والدب الاسود. قبل ما بيجي فصل الصيف بيبدأ يخزن كميات كبيرة في جسمه من الطاقة على شكل دهون، عشان اول ما يجي فصل الصيف يفضل هو قاعد ملاصق للتلج ويكسر في الدهون دي براحته اللي بيها هيحافظ على حياته حتى ينقضي موسم الصيف. الزواحف كمان بتصوم زي التعابين والسلاحف والتماسيح، بس الصيام في الزواحف اسهل كتير جدا من الصيام من الحيوانات الثديية، وده لان الزواحف من ذوات الدم البارد، يعني درجة حرارتها بتختلف باختلاف درجة حرارة الجو. يعني ايه الكلام ده؟ في الحيوانات الثديية والانسان بتبقى درجة الحرارة ثابتة، فمثلا في الانسان بتبقى درجة الحرارة ثابتة عند 37 درجة، فلو راح الانسان ده عند القطب الجنوبي في عز البرد بتبقى درجة حرارته 37 درجة، ولو راح عند خط الاستواء في عز الحر بيفضل برضه درجة حرارته 37 درجة. ودرجة الحرارة 37 درجة هي درجة الحرارة المطلوبة للقيام بالعمليات الحيوية زي التنفس والهضم والتمثيل الغذائي جوه الجسم. في الزواحف بقى الموضوع بيختلف، فبنلاقي ان درجة حرارة الزواحف بتختلف ما بين الشمس والظل، ولان درجة حرارتها بالثابتة فما بتحتاجش كمية طاقة كبيرة عشان تثبت درجة حرارة جسمها. فبنشوف مثلا في التماسيح درجة حرارة التمساح ما بين 15 درجة و 33 درجة، والرينج اللي ما بين 15 درجة و 33 درجة بيقدر يقوم فيه التمساح بالقيام بجميع العمليات الحيوية جوه جسمه بشكل طبيعي جدا. بس لو درجة الحرارة خرجت بره الرينج دوت عمليات الهضم هتقف، ولو عملية الهضم وقفت الأكل هيعفن جوه المعدة وبعد كده يطلع سموم يأثر على جسم التمساح بعد كده. وعلشان كده درجة الحرارة لو زادت عن 33 درجة بيبدأ التمساح يعمل أمور معينة علشان يقلل من درجة حرارة جسمه دي، مثلا ان هو يقعد جنب المية او يتمرمغ في وسط الطين كده علشان يقلل من درجة حرارة جسمه. بس لو الحاجات دي ما نفعتش يبدأ التمساح يلجأ لحاجة زي البيات الصيفي، يروح التمساح ويخش جوه كهف من الطين
ويفضل قاعد جوه ما يتحركش ولا ياكل ولا يشرب لمدة ممكن تستمر اكتر من 3 شهور، وفي بعض الاحيان ممكن تستمر لمدة سنة لغاية لما درجة حرارة الجو تبدأ تتظبط وتبقى احسن شوية ويبدأ المطر ينزل، تبدأ تدب الحياة من اول وجديد في التمساح ويبدأ يتحرك من اول وجديد ويدور على الغذاء. والطيور كمان بتصوم. فاكرين لما كلمنا على ذكر البطريق اللي عايش في القطب الجنوبي اللي قام بتضحية ملهاش مثيل، فضل محضن البيضة على رجله لمدة شهرين كاملين لا بياكل ولا بيشرب، مستني لغاية لما البيضة دي تفقس عشان يطلع ابنه ويأكله الاكل اللي شايله في الحويصلة واللي مرضيش ياكله خلال فترة الصيام، لدرجة ان بعد شهرين من تحضين البيضة نزل اقل من 30% من وزنه. وعشان تعرف تفاصيل اكتر شاهد حلقة البطريق في حياتنا. وهنا كائنات بتصوم علشان تحافظ على حياتها، وكائنات بتصوم عشان تحافظ على اولادها. والاغرب والاغرب لو ان الصيام او تقليل كمية الطعام بيزود في العمر، بيزود في العمر. يا اخي الاعمار بيد الله ونعمة بالله، بس احنا بناخد بالاسباب. في تجربة اتعملت على نوع من انواع القرود اسمه الرصص مانكي، والتجربة دي استمرت لاكتر من 20 سنة، بدأت سنة 1989 والبحث اتنشر سنة 2014. التجربة ببساطة جابوا مجموعتين من القرود، المجموعة الاولانية خلوها تاكل براحتها والمجموعة التانية قللوا نسبة الاكل فيها بنسبة 30%، وبعد كده شافوا نهاية حياة القرود الطبيعية كانت عاملة ازاي، ولقوا ان الحيوانات اللي قلت نسبة الاكل فيها بنسبة 30% اعمارها زادت بنسبة 20%. والاكتر من ده ان نسبة امراض الشيخوخة زي ضمور العضلات وتلف الدماغ قل بنسبة كبيرة جدا جدا عن المجموعة اللي كانت بتاكل براحتها، وبكده تقليل كمية الاكل زود من الاعمار القرود. طيب تخيل معايا كمان ان الصيام بينظف الجسم من البكتيريا ازاي. ده دي تجربة اتعملت على مجموعة من الفئران، جابوا 24 فار، وال 24 فار دولت اصابوهم ببكتيريا اسمها السالمونيلا تايفينيوريا، وبعد كده ال 24 فار دولت قسموهم لمجموعتين، 12 فار خلوهم ياكلوا براحتهم و12 فار خلوهم يصوموا الصيام متقطع، يعني بيصوموا يوم ويفطروا يوم. ومع نهاية التجربة بعد 12 اسبوع ابتدوا يشوفوا البكتيريا اللي صابوا بيها الفئران ديت اخبارها ايه. والغريب ان لقوا ان الفئران اللي كانت بتصوم نسبة البكتيريا اللي موجودة فيها اقل كتير جدا من نسبة البكتيريا اللي موجودة في الحيوانات او الفئران اللي ما كانتش بتصوم. واكتر من كده لقوا ان نسبة الاجسام المناعية اللي موجودة في الفئران اللي كانت بتصوم كانت عالية جدا جدا، والمقاومة للامراض كانت عالية قوي قوي في الفئران اللي كانت بتصوم. بمعنى ان الصيام حارب البكتيريا وزود من كمية المناعة وزود من مقاومة الامراض. سبحان الله اللي فرض علينا الصيام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال صوموا تصحوا. وفي نهاية الحلقة انا عايز اقول لو كانت الحسنة بعشرة امثالها فالصيام احنا بنعرفش جزاءه قد ايه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال كل عمل ابن ادم له الا الصيام فهو لي وانا اجزي به. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وكل سنه بحضراتكم طيب. لو عجبتك الحلقه بتاعت النهارده يا ريت تسيب كومنت، وما تنساش تدوس على اللايك شير، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل ما هو جديد من زوريا. وانا احمد صلاح.